السلام عليكم، وياكم انسه زينه رفا جميل. يمكن وياكم الكورس السويتشنج. وصلنا اليون تري الفيلان اند تراكينج. هسه عاد نشرح شغلات التربل شوتينج. هسه البارت الثاني هسه همين انه عندي هذا اللاب نونو نفس قبل شويه، وهمين هاي البي سي ما قاعد تبنك على البي سي الثانيه، يعني كان عندك بي سي سيرفر اني ثينج، يعني انه ما تشوف انه بيناتهم بينك. فشيك الكابلات، شيك النيتورك انترفيس كارد، شيك شغلات الفيزيكال، شفت انه ماكو اي خلل بين بيهم، فتعرف شنو السبب. ببساطة انه عم تتأكد انه دا شافكو انه ترى ماكو بينك، شيك البي سي زيرو اللي هي هاي، ما تقدر تبنك على هاي البي سي، خوش. والثانية كذلك بي سي 1 ما تقدر تكنك على بي سي زيرو. زين شنو السبب؟ قلنا انت اول شيء تشيك الكابلات فيزيكال ما بيها شيء، بما انه انت على لاير 2 فلازم اول شغله اول شيء تشيك حاله الانترفيسات. خاف واحد من الانترفيسات المربوطه عليها البي سيات داون، فتقول له شو اي بي اللي هو هذا صديقك، لازم دائما تكتبه شو اي بي انترفيس بريف. بدي اشوف انه الانترفيسات اب ما بيها اي مشكله. كومنت ثاني قلت لكم عليه، بما انه انتم لاير 2 لازم تشيك على الفيلان. انا عندي شنو الانترفيسات اللي انا مستخدمتهم، بستخدم جيج 0/1 والجيج 0/2. بالشو فيلان هنا اكو جيج 0/1 هي انا اللي مربوط عليه الفيلان 3، بس الجيج 0/2 ماكو. زين ليش ماكو؟ فلازم احنا نشوف انه هو ليش ماكو. فاقول له شو اي بي شو انترفيس جيج 0/2 سويتش بورت. هو ترانك، الاوبريشن مود مالته ترانك. فبما انه هو ترانك هنا بس يطلع لي يعني بالشو فيلان يطلع لي فقط اللي البورتات اللي هي اكسس مود، ما يطلع لي البورتات اللي هي بالترانك. فبنقول له شو انترفيس، نحط اسم الانترفيس سويتش بورت، نطلع لك الحاله مالته هو شنو، انه هو اوريدي فعال، والادمنستريتيف مود مالته ترانك، الاوبريشن مود مالته ترانك، الترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو. يقدر انه يعبر الفيلانات اللي موجوده. هاي امي قاعد تصيحني. اوكي، فبما انه هو ترانك فبهذا السبب انا يعني عندي هذا واحد من الانترفيسات، هذا اكسس وهذا ترانك، فما يصير انه مربوط على ترانك منه تقدر تبنك على الاكسس، ولا الاكسس تقدر تبنك على ترانك. افتهمتوا السبب؟ هسه لازم نحله. شلون نحله؟ ادخل على الكونفيجريشن، اروح على الانترفيس الجيج 0/2، اقول له سويتش، اقول له نو سويتش بورت مود ترانك، بعدين اقول له سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 3. يا الله دو شو فيلان. اوكي صار اكسس، صار ضمن هاي الفيلان، المفروض يصير بينك. اوكي شفتوا صار بينك. اوكي الموضوع كله سهل، اللي هو شنو، انا عندي هاي الشبكة انه هاي بي سي ذات كأنك على هاي البي سي، فاني عندي سويتش مود ايشيو، فلازم انه عندي هاي كوماندات الاكتيف اللي شو انترفيس، شو اب انترفيس بريف، شو فيلان، عم اتاكد انه هو شنو هي الفيلان مربوط عليه هاي البي سي، هل انهم نفس الفيلان لو شنو الاختلاف. بعدين هنا طلع لي انه هذا الانترفيس اللي هو المفروض هنا جيج 0/2 مو موجود ضمن الشو تبع الشو فيلان. ليش؟ لان هو اصلا ترانك، اللي بس انترفيسات الاكسس تكون موجوده ضمن الشو فيلان. تعرفوا انه هو شنو شو انترفيس سويتش بورت، واكو انترفيس تقدر تدوسه همين تعرف هنا الحالة مالته ليش هيجي صار، او تقدر شو تقول له شو انترفيس ترانك،
Du vill köra interfacet trank, eller för interfacet اللي هي trunk. فانت اللي تعلمته من هاي المحاضرة انه تتأكد انه الانترفيسات كلها لازم انه تكون، يعني تأكد انه هي المود مالتها اكسس، او انه هي المود مالتها ترانك. عم تقدر تسوي بينك بين كل واحد وبين لينك ولينك، يعني بين هاي البي سي وهاي البي سي. من المحاضرة تكون سهلة، راح تكون سؤال تركوب بخانة التعليقات، وسامسة بدها تشوفوا فيديو. باي باي.